أسعد الله صباحكم متابعينا ومتابعات قناة شوف تقييم. مرحبا بكم معنا اليوم في هذا البث المباشر من مدينة القنيطرة. كيفما كشاهدت معنا في الألوان فالأجواء باردة في هذا الصباح. صباح الخير كل من تحق بنا ونهاية أسبوع موفقة إن شاء الله. نتمنى لكم بالخير وبالصحة والسلامة وكل ما كتمناو يا ربي يحق لكم. اهلا كيف ما كتلاحظوا متابعين الافاضل هذه جولة صباحية بمدينة القنيطرة. نتمنى نشوف تعليقاتكم متابعين الافاضل ومتابعات قناه شوف في قناه الشعب. إذن كيفما كتلاحظوا معنا متابعين الأفاضل متابعين قناة شوف تيفي هذه جولة صباحية بمدينة القنيطرة. حنا في الطريق ديالنا كنتابعو لواحد اللوحات على جوج غادي نشاركوهم معكم في هذا الصباح. أحمد صباح النور الله يسعد الصباح. الجو حار تماما فين هنا بلاصة سي أحمد؟ فين هنا مدينة؟ مدينة سي أحمد؟ واش 240 درهم ولا 240 ريال؟
جينا كيف ما شفتوا معنا في الألوان، فبالنسبة لمدينة سمطرة كاين شوية البرد، جو برد في هذا الصباح ونهاية الأسبوع. وهذه مناسبة كنقول لجميع المتابعين الأفاضل نهاية أسبوع موفقة إن شاء الله، باش ما بغيتش ربي يحق لكم. ديما صباح الخير عليكم، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر، مرحبا بكل المتابعين اللي تحكوا بينا في هذا الصباح. فصباح الخير عليكم ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من مدينة القنيطرة. إذا كيف ما كتلاحظوا مع المتابعين الأفاضل في هذه الجولة الصباحية في شوارع مدينة القنيطرة، أجواء باردة ومرة أخرى صباح الخير لكل من التحق بنا ونهاية أسبوع موفقة إن شاء الله. إذا ما بقى لي إلا نقول لكم شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء، دمتم في رعاية الله وحفظه، إن شاء الله نتلقاو في لايف آخر. كنتمنى منكم أنكم تبارطاجيو، ما تنساوش إلى اللقاء.